أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل لصلاة الجنازة وقت محدد؟ وهل يجوز الدفن ليلا؟ الدفن ليلا يجوز عند الحاجة، لا بس. دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ولا تحبس الجنازة تؤخر إلى النهار. وأما صلاة الجنازة وقت وأما محدد، صلاة الجنازة فتجوز إلا في الأوقات الضيقة، مثل عند قيام الشمس في وسط السماء لا يصلى، وكذلك عند غروب الشمس أو ظهور الشمس وطلوع الشمس، أوقات الضيقة لا تفعل صلاة الجنازة، أما في بقية الأوقات فتفعل على الصحيح. نعم.